بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفا على أبي سعيد، ليس من كلام أبي سعيد. فإذا كان الأثر من كلام الصحابي فهو موقوف، وإذا كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. هذا الفرق بين المرفوع والموقوف. مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين أي عدم قوة اليقين وهو الإيمان، فلا شك أن الإيمان يختلف عند الناس، منهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، يختلفون في ذلك. فإن ضعف اليقين أي من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله. فأنت بين أمرين: إما أن ترضي الله ولو سخط عليك الناس، وإما أن ترضي الناس ويسخط عليك الله، فاختر لنفسك أيهما أسهل، أن يسخط عليك الله أو أن يسخط عليك الناس. وازن بين هذا وهذا، وهذا من باب الابتلاء والامتحان للعباد. فإن أرضيت الناس بما يسخط الله فقد خشيتهم ولم تخش الله. وهذا يطابق الترجمة، باب قول الله تعالى: أتخشونهم والله أحق أن تخشوه. فإذا آثرت إرضاء الناس ومدح الناس لك ومحبتهم لك على رضا الله عز وجل، فهذا دليل على ضعف إيمانك. أما إذا كان العكس، أرضيت الله بما وإن سخط عليك الناس، يعني بعض الناس ما يرضيه ما يرضي الله، ما يرضيه إلا الشهوات والفواحش والكفر والشرك والحرام، مكاسب الحرام والربا، ما يرضيهم إلا هذا، ما يرضيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلون الناس سواء، على خلي الناس بهواهم، حرية كما يقولون، ديمقراطية كما يقولون، ولا لله سبحانه وتعالى أمر ولا نهي في عباده. هذه مصيبة، وهذا موجود الآن بكثرة ويكثر في آخر الزمان. فأنت بين أمرين، ما أحد يسلم من هذا، بين أمرين: إما أن ترضي الله جل وعلا وتتبع ما أمرك به، تقوم بما أوجب الله عليك طلبا لرضاه، فحينئذ تحصل على مرضاة الله وعلى الجنة وعلى
الثواب عند الله وإن أصابك من الناس ما أصابك، أو العكس ترضي الناس وتنعم معهم وتتبع أهواءهم تنال شيء من الدنيا، حطام الدنيا أو من الجاه أو من المال أو من المنصب والوظيفة، لكن تسخط الله عز وجل فتخسر الآخرة والدنيا لن تدوم لك، إنما الذي يبقى هو الآخرة. فأنت انظر لنفسك، ولا أحد يسلم من هذا. تتعارض مرضاة الله جل وعلا تتعارض مع مرضاة أكثر الخلق، ما هو كل الخلق، أكثر الخلق. فانظر مع من أنت، هل أنت من حزب الله أو من حزب الشيطان؟ انظر لنفسك، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. فهذا الأثر يوافق معنى الآية الكريمة تماما، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ولذلك أورده الشيخ في هذا الباب. إن من ضعف اليقين، ومفهومه أن من قوة اليقين العكس، أن ترضي الله بما يسخط الناس. نعم سينالك لوم وتوبيخ أو تهديد أو حتى قتل سينالك من الناس، لكن اصبر، اصبر والعاقبة للمتقين، ولا تخضع وترضخ لما يرضي الناس. خل هذا منهج أمامك تسير عليه في تعاملك مع الله وتعاملك مع الناس. من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. الرزق من الله جل وعلا، هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد يجري رزقك على يد إنسان، فأنت لا تضيف هذا الرزق إلى المخلوق، لا تضيفه إلى المخلوق، بل أضيفه إلى الله جل وعلا الذي رزقك. والمخلوق إنما هو سبب فقط، تشكره على قدر إحسانه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اشكر لي ولوالديك، تشكره على أنه سبب فقط واسطة، ولا تشكره على أنه هو الذي رزقك هذا الشيء وأوجده لك، بل تشكر الله عز وجل. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، كذلك العكس. إذا طلبت شيئا ولم يحصل لك فلا تلوم الناس، بل ترجع هذا إلى الله، وأن الله لم يرده لك، لم يرد لك هذا الشيء، ولو أراده لحصل، فلا تلوم الناس وتذم الناس. معناه أن الناس هم اللي يتصرفون، هم الذي يعطون ويمنعون، لا، الله هو الذي يعطي ويمنع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. فهكذا يكون من منهج حياتك، لا تذم الناس على عدم حصول مطلوبك، بل تقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى، ما قدر الله لي هذا الشيء، تؤمن بالقضاء والقدر. وأيضا ربما يكون منع هذا الشيء عنك من صالحك، لأنه لو أعطاك الله إياه لضرك،
الله حكيم عليم، يعطي ويمنع لحكمة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو لحكمة من الله سبحانه وتعالى. فأنت تسند الأمر إلى الله عز وجل. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. الحرص على ما ينفع مطلوب، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. لكن لا تعتقد أن الحرص هو الذي يجلب لك الرزق أو المطلوب، لا تعتقد هذا، هذا من الله سبحانه وتعالى. والحرص والطلب هذا سبب، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالناس قد يكرهون إن الله يرزقك، إن الله يعطيك، إن الله يكرمك، يكرهون هذا، لكن ما يقدرون يمنعونه، هذا من الله سبحانه وتعالى. وإن كرهوا فهذا لا يمنع وصول ما أراده الله لك. أنت علق قلبك بالله عز وجل، علق قلبك بالله دائما وابدا، ولا تنظر إلى الناس تخشاهم أو تذمهم أو تمدحهم، تعتقد أنهم هم الذين يصرفون الأمور، بل الذي يصرف الأمور هو الله عز وجل. علق قلبك بالله دائما وابدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كتب لها معاوية رضي الله عنه يطلب منها النصيحة، فكتبت له بهذا الحديث، الحديث العظيم، صفته ولي الأمر وإمام المسلمين، ليجعل هذا الحديث منهجا له يسير عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس من التمس رضا الله بسخط الناس، التمس رضا الله بسخط الناس، إذا تعارض ما يرضي الله مع ما يسخط الناس فقدم ما يرضي الله ولو سخط عليك الناس، فإن الأمر بيد الله. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله عز وجل. فلا تلتمس رضا الناس بسخط الله، بل العكس، التمس رضا الله ولو سخط عليك الناس. هذا مثل حديث أبي سعيد تماما، متطابق معه، وهما يتطابقان مع الآية: أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. شوف، إن كنتم مؤمنين، فالذي يخشى الله يقدم خشية الله، هذا دليل على إيمانه، وأما الذي بالعكس هذا دليل على إما على عدم إيمانه أو على ضعفه، على ضعف إيمانه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فالله يرضيهم عنك ولو بعد المدى الطويل، يرضيهم عنك لأن القلوب بيد الله عز وجل. فإذا التمست رضا الله رضي عنك وأرضى عنك الناس،
وإذا كنت بالعكس تلتمس رضا الناس بسخط الله فالعكس، النتيجة العكس، يسخط الله عليك ويسخط عليك الناس، لأن القلوب يد الله سبحانه وتعالى. فاجعل هذا الحديث منهجا لك في حياتك، لا سيما من له ولاية على شيء فإنه يلتمس رضا الله ولو سخط عليه من سخط، ولا يلتمس رضا الناس بما يسخط الله عز وجل. ما هو مطلوب منك أنك تزعل الناس وتسخط الناس دائما، لا، مطلوب منك أنك إذا تعارض رضا الله مع رضا الناس فتقدم رضا الله، هذا المطلوب منك. أما إذا لم يتعارض فلا مانع من ذلك، أنك ترضي الناس، يكون معك أخلاق طيبة وسيرة حسنة ورفق بالناس، المطلوب هذا. إنما الكلام عند المعارضة، فإذا أرضيت الناس بما يسخط الله فأنت تخشاهم ولا تخشى الله عز وجل، تخشونهم، الله هو أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولا أحد يسلم من الابتلاء والامتحان، على قدر إيمانه وعلى قدر مسؤوليته في هذه الحياة، ما أحد يسلم من الابتلاء والامتحان بين الله وبين خلقه. فكن دائما مع الله يكون الله معك، من كان مع الله كان الله معه، كن مع الله دائما وابدا، ولا تستذل الناس أو تخضع للناس أو تخاف من الناس، أنت لا تخطي عليهم ولا تتعدى عليهم ولكن لا تحابيهم، فهذا من المداهنة، هذا من المداهنة. إذا أرضيت الناس بما يسخط الله هذه هي المداهنة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران وهي قوله تعالى أتخشونهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، هذا محل، فلا تخافوهم وخافوني، لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوا الله عز وجل، هذا تفسير الآية، أنك لا تلتمس رضا الناس بسخط الله. نعم. الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، إلى قوله تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد، لم يخش إلا الله، لم يخش أحدا إلا الله عز وجل، ما يخاف الناس بما يسخط الله، يرضي الناس بما يغضب الله عز وجل، هذا يخشى الناس. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم، تفسير آية العنكبوت، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، اتضح تفسيرها أنه يرضي الناس بما يسخط الله ويلتمس رضاهم بما يسخط الله، يقدم رضا الناس على رضا الله عز وجل، فيفر من شر الناس إلى غضب الله، فهو فر مما من شيء إلى شيء أشد منه، فر من شيء وهو مداراة الناس وموافقة الناس ليسلم من شرهم، لكنه لا يسلم من عذاب الله ومن غضب الله عز وجل، وهذا أشد، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فقدم درء فتنة الناس على درء غضب الله عز وجل،
وطاوع الناس وتابع الناس وأعطاهم ما يريدون ولو كان هذا يسخط الله عز وجل. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، اليقين والإيمان يضعف ويقوى، ليس الإيمان شيئا واحدا كما تقوله المرجئة، الإيمان يختلف ويزيد وينقص، هذا لأدلة كثيرة، وليس إيمان الناس سواء، ليس إيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان أحد الناس، يختلف الإيمان في القلوب والثبات عليه عند المحن والفتن والزلازل. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف الإيمان، عرفنا أن الإيمان يضعف، ما هي الدلائل على ضعفه؟ هذه الأمور، إذا التمست رضا الناس بسخط الله هذا دليل على ضعف إيمانك، هذا إذا أرضيت الناس بما يسخط الله عز وجل، إذا ذممت الناس على ما لم يؤتك الله وحمدتهم على ما أعطاك الله، أو اعتقدت أن شدة الحرص هي التي تجلب لك الرزق، كل هذا يدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف من الله من الفرائض، تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون، هذا أمر والأمر فرض واجب. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله، يعني من أرضى الناس الله، من أرضى الله جل وعلا والتمس رضاه ولو أسخط الناس، فهذا هو الفارق بين من هو على العكس. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا ثواب من أرضى الله بما يسخط الناس، يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذه عقوبته، عقوبة من عكس الأمر والتمس رضا الناس بما يسخط الله عز وجل، فإن الله يسخط عليه الناس، يسخط عليه هو ويسخط عليه الناس، فلم يحصل له مطلوبه، لأن القلوب بيد الله ما هي بيدك، ما يمكن تصرف أنت في القلوب، الله هو الذي يتصرف فيها. نعم. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.